احنا كمان عارفين انه مجلس الوزراء هو المعني بتنسيق هذه الدعوات وبتنسيق حتى تفاصيل أجندة الحوارات اللي هتحصل في مؤتمر الاقتصادي. معنا ومتشرفين بدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. دكتورة هبة، ببساطة جدا، إزاي وضعت أجندة المؤتمر الاقتصادي وإزاي هنضمن أنه مخرجات المؤتمر يتم إدراجها في جميع الوزارات المعنية بدعم الاستثمار؟ وأنا هنا عايزة أسأل حضرتك كمان، هو مين اللي مش معني بدعم الاستثمار؟ أنا أتوقع أنه أعتقد أنه واجبكم كبير وصعب جدا، لأنه كل أجهزة الدولة أعتقد أنها معنية بتسهيل الاستثمار. أكيد يا فندم، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. وزي ما حضرتك أشرتي، المؤتمر الاقتصادي في الحقيقة هو ليه عدد كبير جدا من الجوانب الأهمية، على وجه الخصوص طبعا على المستوى القومي لهذا المؤتمر الاقتصادي. فمن ناحية طبعا هو بيعكس حرص الحكومة على تعزيز نهج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات الحوار الاقتصادي الشفاف والصريح مع طبعا كافة وطيف واسع من ممثلي القطاع الخاص في مصر وكافة المعنيين بالشأن الاقتصادي بشكل عام. وكمان المهم ليس فقط لطرح مثلا حوار حول كافة التحديات، ولكن أيضا للوصول خلال المؤتمر إلى حلول عملية لهذه التحديات. ويمكن دي أول أهمية للمؤتمر، أن هو بيعزز نهج الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال آليات وقنوات صريحة للتواصل الفعل ما بين الحكومة وكافة المعنيين بالشأن الاقتصادي. يمكن كمان من جانب آخر هو بيعكس أو بيأتي في مرحلة الحكومة بتستهدف فيها عمليا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال الفترة المقبلة. وده يمكن كان مهد لي طبعا إعلان الدولة عن وثيقة سياسة الملكية طبعا مؤخرا. وخلال المؤتمر أيضا سوف يتم الإعلان عن الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، واللي بتتضمن العديد من الآليات التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة. لو جينا كمان على المستوى العالمي، هنلاقي ان هو المؤتمر بينعقد طبعا في فتره في غايه الدقه بالنسبه للاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي حاليا شهد العديد من الازمات الاقتصاديه المتعاقبه، كانت ازمه كوفيد 19، ثم عقب ذلك طبعا ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه وما تبعها من اتجاه المؤسسات الدوليه طبعا وعلى راسها صندوق النقد الدولي الى خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي الى 2.7%. ومتوقع ان اكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف يشهد انكماش هذا العام او العام المقبل. وبالتالي نحن امام مرحله حرجه اقتصاديا على المستوى العالمي. وما يمكن الاقتصادات العالم من مواجهه هذه المرحله الحرجه هو بالاساس مرونه الاقتصادات في مواجهه هذه الازمه. ايوه، هو ده بالظبط يا دكتوره هبه سؤالي، مرونه الاقتصاد في اولا التعامل مع الازمه ثم العبور منها. ايه اللي احنا عاوزين نوصل له؟ اقصد بلغه الناس كده، ايه اللي احنا عاوزين نوصل له من مخرجات المؤتمر الاقتصادي فنقدر نعتبر انه اذا وصلنا الى هذه النقطه من الحوار، سواء فيما يخص القطاع الخاص او اقتصاد الدوله، كيف يدار اقتصاد الدوله، نقدر نقول انه احنا كده بنقدم تقرير قدام الناس انه نجحنا في ان نصل الى ما نصبوا اليه في جمله واحده. حاضر يا فندم. هو في الحقيقة علشان نقدر ننجح في تجاوز هذه المرحلة الصعبة، احنا محتاجين نبقي على معدلات مرتفعة ومستدامة من وتيرة النمو الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد المصري. واحنا بالفعل وصلنا لدوحة حققنا 6.6% لمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي في العام المالي 2021-2022. وأيضا تمكنا بفعل الإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي تم تبنيها عبر مرحلتي برنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الأولى والثانية، من خفض كبير جدا معدلات البطاله اللي انخفضت من 13% في عام 2015 الى ما يقارب 7% حاليا. وهذا هو ما يهم المواطن في المقام الاول والاخير. وكل هذا لابد ان يستمر في المرحله المقبله، بل بالعكس بوتيره اقوى للنمو الاقتصادي وللتشغيل، وهو ما يستلزم المزيد من التركيز على دور القطاع الخاص. وبالتالي احنا دلوقتي امام مرحله بيواجه فيها القطاع الخاص المصري بعدد من التحديات التي لابد من طرحها بشفافيه، ولابد من ان شاء الله انه هيكون في تجاوب من قبل الجهات كافة الجهات الحكومية المعنية بتدابير وسياسات لمواجهة هذه التحديات. بالتأكيد. أنا بشكرك يا دكتور. زي ما سيادتك أشرتي طبعا هيكون في جلسة ختامية للسيد رئيس مجلس الوزراء، سيتم الإعلان خلالها على نتائج المؤتمر، أبرز التوصيات وأيضا عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال المرحلة المقبلة
لإحساس المواطن المصري بالعائد الحقيقي للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وأيضا حل الكثير من المشاكل التي تواجه القطاع الخاص المصري. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. قد يبدو الحديث عن الاقتصاد أنه كلام صعب، وممكن نحس وإحنا بنسمع الكلام عن اقتصادات العالم يجي لنا إحساس أنه وماذا بعد. الحقيقة ما زلت مصر على أنه وبعد ذلك خير كبير، لأنه دائما في وقت الأزمات تكمن الفرص. واللي قالته دكتورة هبة عن فكرة مين الاقتصادات اللي هتنجح أنها تعدي الأزمة التي تتسم بمرونة كافية. خلينا نصدق أنه إعلان المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت الحرج والمشغول للدولة كلها مشغولة فيه، معناه أن احنا مدركين تماما لخطورة الأزمة، ومدركين تماما أنه في قدر مهم وكبير جدا من المرونة لازم يقدم لدعم الاقتصاد.